أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره فيما يتعلق بهذه القضايا لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. لا زال الحديث موصولا ومتصلا بما جاء في سورة السجدة، وما جاء في بيان شدة عناد وكفر المشركين والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني نسب أنه افترى عن القرآن، وكان هذا شيء عظيم على نفسه. ثم أنكروا غاية الإنكار العود، ثم بيّن الله عز وجل مصيرهم، ثم سلاه بأن ذاك الصنف الذين إذا ذكروا خروا سجدا، ثم أيضا جاءت التسلية الثانية. قال الله عز وجل: وكثير ما يسلى الحبيب صلى الله عليه وسلم بما جاء عن موسى وقصة موسى. وقد يقول قائل: لما؟ يعني لو تأملنا وجدنا أن موسى ذكر في القرآن يعني كثير، بل أظن ذكر أكثر من 100، ذكر في أكثر من 130 آية، بينما ما الذي من يأتي بعده؟ يعني لاحظوا حتى الفرق الكبير، ذكر نوح. سنأتي إن شاء الله إلى ذلك، لكن الشاهد، ولذلك القرآن قيل كاد القرآن أن يكون كله عن بني إسرائيل. والعجيب يا إخوان أن معركتنا مع اليهود ومع بني إسرائيل إلى يومنا، وحتى مع مشكلتنا مع النصارى بسبب يهود. طبعا ليس كلها لكن أكثرها. إذن هنا قال الله عز وجل تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. هنا في إشكال في الآية: في مرية من لقائه، لقاء ماذا؟ وش اللقاء؟ وش اللقاء؟ يعني هو لذاك هنا أريدكم يعني قبل ما نسرد يعني قيل أنه فلا تكن في مرية من لقائه، يعود اللقاء على من؟ على موسى، أو على ما وقع لموسى؟ قيل وقيل، إما أن يكون فلا تكن في مرية من لقائه أي لقاء موسى، وهذا تفسير جزئي، وطبعا هو التقى به، لكن المراد ليلة السراء التقى به، وحتى وصفه عليه الصلاة والسلام، ورآه يصلي في قبره أيضا، ورآه أيضا في السماء، وقصة الصلاة وما كان فيها. إذن هذا الذي وقع، هذا اللقاء وقع، لكن الصحيح أن الآية جاءت تسلية لشدة عناد هؤلاء، فقال الله عز وجل: فلا تكن في مرية من لقائه، ستلقى ما لقي موسى من قومه، ستلقى من الصلف ومن الإنكار، فلا تكن في مرية، يعني سيأتيك ما جاءه. لكن قال: وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أيضا جعلنا موسى أو الكتاب هدى لبني إسرائيل، فستكون أنت أيضا، تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم. وجعلناه هدى لبني إسرائيل، بل وتبشير ثاني، وشو تبشير آخر؟ أعطونا. وجعلنا منهم أئمة بعد، يعني أيضا مو بنت بس، وستكون من أمتك أيضا
وجعلنا منهم أئمة ويهدون بأمرنا لما صبروا. إذن فلا تكن في مرية، عرفنا الوجوه. في قول ضعيف فلا تكن في مرية من لقائه في الآخرة، لكن لا يلتفت لهذا القول. نعم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. وهذه أيضا قلنا تسلية بعد التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وقلت يا إخوان لابد أن تستشعروا أن هذه الصورة قوية، والإعراض الذي ولذلك قال الله فلا يحزنك كفر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حزن أشد الحزن ووجد من عنادهم وصلفهم حتى أنهم قالوا بافترائه لهذا القرآن. فجاءت التسلية أيضا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. ولذلك قال الله سبحانه نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وذلك قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق. مش تلاحظون في الآيات يهدون بأمرنا، ها؟ وقال أيضا في الآية الثانية وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. وقال من قوم موسى أمة يهدون بالحق. في شيء في قاسم؟ هداية بإيش؟ بأمر الله. الذي يهدي الناس بغير أمر الله لا يمكن أن يكون إماما، فلا بد يهدون بأمرنا. هذا الشرط الأول، إذا يريدون الإمامة يهدون بأمرنا ويصبرون ويوقنون، هذه تكون لهم الإمامة في دين الله عز وجل. يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا، لاحظوا، إذن لن تكون هناك هداية للناس إلا بأمر الله ووحي الله وبالحق الذي جاء به الله. فمن أراد الإمامة، الإمامة في الدين بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وأيضا بتوجيه الناس بأمر الله عز وجل. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، يعني الصبر ما يكفي، ها يا إخوان ما يكفي الصبر بس. والصبر كم، بعضكم يقول الإحصائيات، ترى الإمام أحمد، بعطيكم إحصائية من الإمام أحمد. الإمام أحمد يقول ورد الصبر في القرآن في 90 موضعا، هذه عدل الإمام أحمد ميبلي عشان ما تزعلون علي. وبعضها جبتها ترى من ابن القيم، بس أنا وذاك حتى أدرسكم بكرة غدا أحد المشايخ في ختام السور في سورة سبأ، ها قدم الغفور الرحيم، أيهم يتقدم؟ لا لا، عموم القرآن في 70 موضع إلا في سبأ. خل بكرة أنتم، يعني يمكن الشيخ عاد ما تحرجونه، لا هو لابد، لو تسألوني هالسؤال قد ما عديت له قد لا، لكنها في هذا الموطن يعني وتتأملوا فيه. وسبحان الله هذا يعطيك مثل ما قلت، لما تتأمل في القرآن يعطيك طمأنينة. فالإمام أحمد يقول جاء الصبر في القرآن، وهذا يدل على أهميته. وذكر بعض الأئمة أيضا أن التقوى، طبعا التقوى من أكثر الأشياء اللي جاءت في القرآن في 245 موضع، وجاء الصبر في 90 موضعا، لكن يكفي الصبر وحده؟ في مواطن لا بد من الصبر واليقين، وفي مواطن لا بد من الصبر والتقوى. مع الكافرين إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم، قال الله وصدق الله، وكذب من قال خلاف هذا. الأعداء مهما ضخمنا بعداوتنا لهم لو نصبر ونتقي، لكن إما نصبر بدون تقوى أو نتقي بدون صبر، اجمعوا بين الأمرين ما عاديهم من عداوتهم، ما يضرنا كيدهم أبدا بإذن الله، بتصديق بكلام الله لا من عندنا. إذن لما صبروا، إذن الصبر ورد، واليقين أيضا ورد في ما يقارب 30 موضعا. وقلت إن الصبر لا يكفي، لأن يأتي بعض مع الصبر، ولمن صبر في الخصومات صبر وغفر، في القتال صبر واتقى، لأنها يعني لابد من تقوى، فما يكفي الصبر لوحده. وثم أيضا الصبر يكون بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. لو تصبر أنت من نفسك تجزع تتعب، لابد أن تجعل صبرك هذا من الله وإلى الله. يقول الشيخ الإسلام بالصبر دفعوا الشهوات، وباليقين دفعوا الشبهات. بالصبر دفعوا الشهوات، وباليقين دفعوا الشبهات. ولذلك قال الله عز وجل في أهل الإيمان الكمل
من هم أهل الإيمان الكمل في سورة العصر؟ اللي اتصفوا بأربع صفات: آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا أهل الإيمان الكمل. وكل ما نقص فيك شيء ترك نقص في كمال إيمانك، يعني ما أنت من أهل، ولذلك أفضل الدرجات هم الذين اتصفوا بهذه الصفات. إذن صبروا أيقنوا، والصبر لا يمكن أن يكون العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن له وينعم به، وهو اليقين. يقول شيخ الإسلام عبارة جميلة: إن لم يكن له ما يطمئن وينعم به ويتغذى به وهو اليقين، واللي يجزع بالصبر. طيب، يعني يقول ابن عيينة عند هذه الآية: أخذوا برأس الأمر فجعلهم رؤوسا. أخذوا برأس هذا الأمر وهو الصبر واليقين فكانوا رؤوسا. واليقين كما يقول ابن القيم هو روح العمل، روح العمل. العمل بعض الأحيان بدون يقين ما في روح. والمراد بالإمامة هنا: وجعلنا منهم أئمة. من هم؟ بني إسرائيل. الإمامة، الإمامة في العلم والدين والرئاسة في هذا الباب. طيب، هنا في قال في آخر في الآية نفسها: إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. طيب، ما علاقة يفصل هنا؟ ها، هذا يثير في نفسنا، في نفوس: وجعلنا منهم أئمة. طيب، القرآن ذكر لنا قصص خلاف بني إسرائيل وما وقع لهم من خلاف، فقال الله عز وجل كان فيهم ذاك الصنف، وأما غيرهم فالله عز وجل يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. قال: إن ربك هو يفصل. ولاحظوا أيضا، ومثل ما قلت لكم، الصورة هذه قريبة من نفس الحبيب، ولذلك دائما يقول ربك، مع أنه رب الجميع، لكن ها حتى لا يكون في نفس النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا بالافتراء، فقال ربك، ربك كأنه ربه وحده صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه وتعالى: لأولئك الذين أنكروا نزول الكتاب وأنكروا العود، قال: أولم يهدي لهم. أولم يهدي لهم كم أهلكنا، وكم هنا الخبرية، يعني كم أهلكنا من القرون من قبلهم يمشون في مساكنهم. والمشكلة أنهم أيضا قلة عقولهم هذه المساكن يمشون، كما في مساكن صالح وثمود وغيرها يمشون في مساكنهم: إن في ذلك لآيات. أولم يهدي يسمعون ولا لا، ولا يبصرون؟ يعني بعض، أنا مرة سمعت أكثر من حافظ يقرأ ويقول: أولم يهدي بهم كما إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. واحد قال يقرأ أفلا يبصرون، ويرتبك بين يبصرون. ما دام فيه أمور تاريخية، الأمور التاريخية مسموعة. ولذلك في الآية الثانية: أولم يروا، بصرية، ها، فأفلا يبصرون. ولذلك الختام قال الله سبحانه وتعالى: أولم يهدي لهم كم أهلكنا، أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات. ليست آية بل آيات، وهم يمشون أيضا، لاحظوا المضارع، يترددون ومع ذلك لا يستفيدون. أولم تهدهم تلك المثلات من القرون السابقة وهم يمشون في مساكنهم. وهذا عطف على قول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، يعني يذكرون بهذه الآيات ومع ذلك باقين على هذا الظلم يمشون. ولذلك بعد أن ذكر الله عز وجل الآيات الكونية في الآيات السابقة قلنا: أولم يروا، ألم تروا، ألم يروا، هذه آيات إيش؟ لا كونية ولا لا؟ هنا جاء بالآيات إيش؟ الحوادث التي وقع، يعني قال يسمونها الآيات الكونية هناك، هذيك السماوات، وهذه ما وقع من أحداث، يعني نسميها السنن والعقوبات، ينظرون في السنن والعقوبات. ثم بعد أن يعني وجههم لصفحة الكون، ثم وجههم لصفحة التاريخ، يوجههم الآن لصفحة الأرض اللي كل يوم يشوفونها: أولم يروا أن نسوق الماء
إلى الأرض الجرز، عطف على أولم يهدي، هناك أولم يهدي، هنا ألم يروا، أولم يروا، هنا جاء بالرؤية لأن الإحياء للأرض بعد موتها آية عجيبة في القدرة على، وكثير ما يأتي هذا في القرآن، الإحياء للأرض الميتة. وجاء بالمضارع يروا أيضا أن نسوق الماء، لأن الإحياء الاستحضار، يعني لما أولم يروا كأن بالمضارع هم رأوا، أولم كأنهم هم ينظرون إلى هذا الأمر. والجرز المراد بالأرض الجرز التي منقطع النبات فيها، ولذلك قال سيف جراز أو جزار أيضا، لأنه وأيضا في سورة الكهف قال جعلنا ما عليه صعيدا جرزا، يعني أرض منقطعة الإنبات. فالله عز وجل يقول انظروا لسوق الماء أولا، ثم انظروا إلى اتجاه الماء إلى هذه الأرض المجروزة التي انقطع فيها النبات، كيف كانت وكيف أصبحت. إذن تلفت الأنظار هذه الآيات، ومع ذلك هم يعني بعد كل هالآيات، آيات كونية وسنن وعقوبات، آيات يرونها وقعت، وآيات يرونها تشاهد، يعني آيات وقعت ورأوها للعقوبات، وآيات يشاهدونها في الآيات أمامهم، ولفت أنظارهم لما حولهم من السماء والأرض، ومع ذلك ايش يقولون؟ استجابوا لا، شدة على الكفر، ويقولون متى هذا الفتح؟ هل يدل اللي تقولون لنا يبي يفتح عليكم بيجيكم متى؟ ها؟ متى هذا الفتح؟ شوفوا الإنكار. إذن يا إخوان، والداعي يدعو إلى الله وطالب العلم، لا تتصور أنك حتى لو كنت أفصح الناس وأبلغ الناس سيستجيب الناس بعد كل هالدلائل، ومع ذلك لا يستجيبون، يعاندون ويقولون متى هذا الفتح؟ أخبرنا متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. فيقول هذا دليل البعث، يعني كأنهم في نهاية المطاف كذبوا بالبعث وكذبوا بالوعيد. ولذلك قال الله عز وجل قل يوم الفتح، يعني أنتم تنتظرون متى هذا؟ طيب وش تستوون؟ لماذا؟ يستعجلون بهذا. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. يعني هنا كأنه جاء في آية الآيات، يعني ذرني في قالوا في آخر سورة الطارق، ها إذا قال الله سبحانه وتعالى إنهم يكيدون وكيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الشاهد من ذلك أن الله سبحانه وتعالى تولى عقابهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض عنهم لأنهم بلغوا غاية في الإنكار والبعد عن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل التوفيق للجميع، ولعلنا نبدأ وفي الوقت بقية بسورة الأحزاب، وأرجو أن نلتفت لهذه الصورة. نحن الآن كنا مع الصور المكية وننتقل للمدنية، طبعا والمدنية فيها كثير من التوجيهات، يمكن تلك كانت تناسب أولئك المشركين، وإن كانت سورة اللقمان كما قلنا سورة الحكمة، وهذه سورة الشدة للمعاندين، وهذا أيضا تعطينا فائدة إن هناك من الناس من سيكون في صلف وعنت، أقصد سورة السجدة، ولكن فيه ناس مستجيبين. ولذلك نحن نقرأ يوم الجمعة، أتمنى أن تتذكرون هاتين الصورتين، الصورة المشرقة للاستجابة، وتحضرون من الصورة الأخرى، لكن تتذكرون هذه الصورة من سرعة الاستجابة ولهذه الصفات حتى تكون من لنا على بال. نأتي بعد الصورتين المكيتين إلى صورة مدنية، صورة مدنية، وهذه الآية ليست من الأخير لكن هي من أواخر ما نزل، هي الآية 90 نزولا، وآياتها 73 آية، جاءت بعد الأنفال لكنها قبل المائدة، نزلت قبل المائدة في أواخر سنة 5 للهجرة. وأنا أقول التواريخ لأن فيها مهمة أحداث لابد أن نكون مستشعرين، يعني تجدون منهجها ما فيها مجاملة صرامة، يعني لأن الدولة الإسلامية بدأت تقوى، حتى
في الخطاب مع المنافقين. طيب، أولاً أريد لأهمية السورة أن أقول، يعني السورة أستطيع أن أقول أعطيها هدفين، وكل هدف يصلح نجمع الهدفين ويصلح نجعل هدف مستقل. ممكن نقول في الهدف الرئيس في أهداف كثيرة لكنها وكلها خادمة لهذا الهدف الرئيس. وأنا لما أقول الأهداف يا أخوان السورة مهم جداً عشان تعرف أن السورة تعالج ماذا ولماذا اتجهت آياتها الوجهة، وفي صورة مماثلة لم تتجه هذه الوجهة مثل ما قلنا في الحكيم. فهنا أيضاً هذه السورة إما أن نقول هدفها عموماً ما على الرسول وما له، ذكرت ما على الرسول وما له عليه الصلاة والسلام، وذكرت ضمنها هدف مهم وحدة التلقي. وحدة التلقي وجاءت بأمثلة وقصص يعني لاحظوا في وحدة التلقي مثلاً يا أيها النبي اتق الله أول آية، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، هذا أول، وترى أصعب مطلع سورة. والعجيب يا إخوان بنشغلكم بالإحصائيات لكنها جميلة، النبي تكرر في القرآن نبي 28 موضع. أتعلمون أن في هذه السورة نصفها في هذه السورة؟ وهذا يدلكم على الانسجام الموضوعي في السورة، يعني مثل يا أيها الذين آمنوا تكررت، ذكرها العلم في كتب التفسير مو بني 89 مرة يا أيها الذين آمنوا، بينما يا أيها الناس أقل 20 موضع أو 21 موضع. يا أيها الذين آمنوا 89 موضع. السورة اللي ابتدأت يا أيها الذين آمنوا وش هي؟ أي سورة؟ مائدة. 16 موضع في المائدة يا أيها الذين آمنوا، وحدة موضوعية خلاص مثل ما قلت لكم الافتتاح. حتى سورة المائدة هي أواخر ما نزل لأنها للمؤمنين من أواخر ما نزل، فيها ختام عجيب. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. ترى سورة المائدة من أكثر السور اللي تأخرت نزولها، وجاء فيها أشياء نزول يعني تفصيلات، لا تأكل الميتة، لا تأكل كذا، لا تفعلون، لا تفعلون، ليش طيب؟ ولا آمن البيت الحرام اللي يجيكم حتى هو آمن البيت الحرام، ولو ما اعتدي عليكم ما تعتدوا عليه، ولا فيها تعليلات، شلون تقبل التعليلات والدين كمل؟ فجاء فيها ودي أن تتشربوها في قلوبكم هالكلمة. والنهاية ختام الآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت، كل العقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. لماذا؟ إن الله يحكم ما يريد. أنا أريد المؤمن يقول حكم الله ما يريد، إن الله ما في التعليل، إن الله يحكم ما يريد، خلاص هذا من آخر السور. وكذلك هنا أيضا في هذه السورة يقول جاب السيرة الإيمان يا أيها الذين آمنوا كثرتها، يعني ربع يا أيها الذين آمنوا كاد يكون في سورة المائدة. مثل يا أيها النبي أيضا السورة التي تلي سورة الأحزاب هي السورة المفتتحة بيا أيها النبي، وش هي؟ ها؟ الطلاق والتحريم، بس التحريم جاءت أكثر وبعدها أيضا أكثر من بقية سور القرآن، يعني هي تحل محلها بعدها في المرتبة الثانية. طيب، فنصف يا أيها النبي جاءت الخطاب في هذه السورة. نأتي للأهداف الرئيسة لهذه السورة. الهدف الأول يعني الأول القضية الآية الأولى تدلكم على مسألة وحدة التلقي، قال سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، ثم قال واتبع أيضا، اتق الله واتبع ما يوحى إليك من ربك، ثم قال وتوكل على الله أيضا، هذه الآية الثالثة، كلها شدة في ماذا؟ في الأمر بوحدة التلقي، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين. وش معنى تتق الله؟ يعني كما قلت لإخوانكم، هل التقوى المراد هنا العمل بالجليل وخوف من لا المراد هنا بالتقوى عدم اتقاء الكافرين، لأن ربما النبي صلى الله عليه وسلم يجاملهم يتقيهم في بعض الأشياء، فقيل خلاص الآن خلاص عز الإسلام، نحن في السنة الخامسة ما عاد فيه في مفاصلة في منهج، ما عاد فيه طاعة لهم،
ولا مجاملة، وتشعر هذه الآيات إن في شيء بينزل شديد، في شيء بحل، في شيء محرم شديد عليهم. فجاءت هذه الآيات وخاصة في مسألة زوجة الابن المتبنى. إذن الآيات، جاءت الآية الأولى في الأمر بتقوى الله عز وجل، اتق الله ولا تطع، ثم الثانية واتبع، ثم الثالثة وتوكل، كلها تأكيد لهذا المعنى. ثم ذكر مثل في مسألة وحدة التلقي، وهي المثل، وانتبهوا المثل أن نريد أقف معها، لأن بعض الناس يعني ما يستدل بهذا المثل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قلب واحد لك يسمع ويطيع، الجا واحدة بس، سنأتي إن شاء الله إليه. طيب، أيضا ومن شدة الآيات في اتباع المنهج، قال الله عز وجل: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك، ميثاقهم ومنك، أيضا شدة ليسأل الصادقين. من أشد الآيات في أخذ المواثيق على الأنبياء هنا، لأن خلاص ما عاد في مسألة، في مفاصلة. نعم. ثم أيضا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله، في قصة الأحزاب، نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. طيب، ما علاقة الأحزاب بمسألة الوحدة التلقي؟ يعني أن الله عز وجل كادوا أن يهلكوكم والله عز وجل نصركم. إذن خلوكم مع الله عز وجل في الآيات. ثم تقريبا في أكثر من 8 آيات في التحذير من المنافقين، لأنهم رأس الحية ورأس المصيبة، والتحذير من المنافقين أشد يا أخوان. وفي وسط الصورة أيضا في الآية 48 من الصورة أعاد بقوله سبحانه وتعالى: اقرأوا الآية 48 حتى تصحصحوا معنا، اقرأوا نفس الآية الأولى. ها، في مسألة، ها، اقرأ: ولا تطع الكافرين والمنافقين وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذن هنا، لأن أذاهم أذوه في مسألة ابن زوجة زيد لما أراد أن يتزوج عليه الصلاة والسلام ابنة أو زوجة متبناه عليه الصلاة والسلام، فقال الله عز وجل. إذن مع أن هذه الآية وتوكل على الله 3 مرات جت في القرآن، 2 هنا في مسألة، إذن خلاص فيه وكالة واعتماد على الله. إذن نقول وجه ونصف تقريبا من الآيات في التأكيد على الطاعة، ثم وجه ونصف في المصحف الذي معكم في التحذير من المنافقين، وجه ونصف في التحذير من المنافقين، ثم أيضا مثله أو قريب منه في مدح المؤمنين، و6 أوجه كانت فيما للنبي وما فيما على للنبي صلى الله عليه وسلم من الإكرام والاحترام وما جاء في شأن زوجاته عليه الصلاة والسلام. الافتتاح، عرفنا الافتتاح بالنبي، وجاء الخطاب، قلنا أن النبي ذكر 12 مرة في هذه السورة من 28، ونودي 5 مرات في هذه السورة بصفة النبوة، 5 مرات ينادى إكراما له: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، قل وأيضا قل لأزواجك وبناتك. النبي بالمناسبة في القرآن لم ينادى باسمه، أخبر عنه باسمه لكن لم ينادى عليه الصلاة والسلام، مع أن بقية الأنبياء نودوا بأسمائهم إكراما له صلى الله عليه وسلم. وهنا بالنسبة للمنافقين يا إخوان، أيضا أريد تضيف إضافة يعني علمية مفيدة. في آيات القرآن استقرئوها، عندما دائما يرد الكافرين والمنافقين، إذا جاء في العذاب الآخرة قدم المنافق، إن الله جامع المنافقين والكافرين، يقدم في الآخرة تقدم، وفي الدنيا يقدمون الكافرين على المنافقين. واضح؟ هذه في الدنيا تقدم الكفار في الغالب، غالب الآيات لو استقرأتها، اجمعها، اجمع، ارجع للمعجم الفارس وانظر في آيات النفاق وآيات الكفر واللي تجتمع وانظر فيها طبق، تجد أن هذا دلالة على أنهم أخطر
والتحذير منهم أشد، ولذلك عذابهم في الدرك الأسفل من النار أشد من الكافرين، هم أخطر. الكافر شجاع خلاص كفر وكفر، لكن هذا كذاب جبان وخطر أشد. نعم. ولذلك قال الله سبحانه، أعطيكم بعض الآيات بسرعة، إن الله جامع المنافقين والكافرين، إن المنافقين في الدرك، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار، بدأ بالمنافقين، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات إلى غير ذلك. يا أيها النبي، يا أيها النبي اتق الله، نودي بيا أيها النبي إكراما له، ولعل فيه سر أيضا، يعني يا أيها النبي ما دامك نبي ما يليق أن تطيع، ما ينبغي، يعني خلاص أنت النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. قال له اتق الله، والمراد باتق الله، والنبي صلى الله عليه وسلم اتقي، ها يعني اتق الله ولا تتقي وتجامل، يعني مجرد مثل ما صنع يجتهد النبي، قد يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم كما اجتهد في أبن أم مكتوم. فقال الله عز وجل بعد قول الدين خلاص ما عاد في لا مجاملة مع أولئك، نهى عن تقوى الكافرين والمنافقين. اتق الله ولا تطع، اتق الله ولا تطع، يعني هذا كأنه يشعر إن هناك تشريع سيرد، يعني وسيكون على الرسول فيه حرج صلى الله عليه وسلم. وعندما قال الله عز وجل يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين، أيضا ليؤس الكفار، خلاص لا تفكرون إن النبي صلى الله عليه وسلم سيهادنكم أو يترككم. ولذلك حتى آيات النفاق فيها شدة، لأن لم ينتهي المنافقون ها هددهم بالطرد والإخراج من المدينة. ولا تطع يقتضي النهي عن يعني الطاعة، ليس المراد بعض الأحيان بالطاعة أنها كل الطاعة، اتق الله ولا تطع جاءت هنا النهي حتى يشمل كل جزئيات الطاعة، ولو أدنى طاعة ولو أدنى إشارة لا تطيعهم، مو يعني تطيعهم في كل أمر لا، ولا حتى قليل من هذه الطاعة. ولذلك أعاد النهي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ثم ما السر في قوله، في قوله في ختام الآية، وعد عرفنا السر، إن الله، شوف المؤكد يعني عليما حكيما، لكن أيضا أؤكد إن الله كان عليما حكيما في أول آية، يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. ما سرها؟ ها ايش قلنا؟ لان ما عندك انت من ها مما جاءك ومن الاحكام التي جاءتك والتي ستاتيك، الذي فرضها عليك عليم حكيم. اذا لا تلتفت، لا عندهم من العلم ولا عندهم حكمه، ولو عندهم شويه من العلم ليس عندهم. ولذلك يا اخوان حكم الله ها ينبغي ان لا نفرط في اي جزء منه، وأن لا نتخاذل بسبب ضعف الوقت. نحن بلاد الإسلام، والأصل بلاد الإسلام، فهذه التنازلات التي قد يقدمها اليوم قد يكون خارج بلادنا، تسمعون ببعض التنازلات من بعض تلك الدول التي يعني أنعم الله عز وجل عليها ببعض النعم، فينبغي. ولذلك بلد مسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في العام الخامس قال الله عز وجل خلاص مفاصلة، لا تطع ولو أدنى طاعة. ثم بعد ذلك أيضا قال الله عز وجل واتبع ما يوحى إليك من ربك. طيب واضح اتبع الأمر، لكن الختام واضح، إن الله كان بما تعملون خبيرا. الختام يعني لقائل أن يقول يعني الله سبحانه وتعالى سيورد تشريعا ها، ومن أهمها تشريع المتبنى، فعاداتهم وتقاليدهم تقول إن زوجة الابن المتبنى يعني ما يجوز، ويشنعون وسيكون عندهم ها. فقال الله ترى، فكأن الآية تشير أن الله عالم بأعمالكم وعاداتكم وتقاليدكم، فلا تدخلون. ولذلك حتى بعض الناس اللي قلنا هذا حكم الله، قال يا أخي لكن العادة، يا أخي نقول له إن الله كان بما تعملون، الله عز وجل يعلم عاداتنا وتقاليدنا، فلا تفتات بهذا الافتئات. فقال الله عز وجل واتبع
ما يوحى إليك من ربك وحتى اللطف من ربك، إن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم قال وتوكل على الله. ها أيضا لابد من إياك نعبد ها وإياك نستعين، هناك هناك ما سبق نعبد وهنا نستعين، فالتوكل على الله فاعبده وتوكل عليه. ترى بعض الإنسان لو يقول أنا أريد أعبد الله، لكن لابد من مع عبادة من طلب العون من الله سبحانه وتعالى وجعل الوكالة والأمر كله بيد الله. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إذن عرفنا ثم هنا أيضا ولعلي أشرت لمسألة العليم والحكيم قبل ذلك وذكرت لكم ما جاء فيها واتبع ما يوحى إليك، لأن هو خبير بعوائدكم ونفوسكم، فهو العليم والخبير سبحانه. ثم قال وتوكل على الله، وهذه زيادة توطئة أو تأكيد لتلقي هذا التكليف، وخاصة أن فيه أذى لأنه قد يؤذونه بكلامهم، ولذلك جاءت هذه الآية في أمر بالتوكل على الله. نأتي إلى قوله ما جعل الله، يعني أيضا ما جعل الله هذه وحدة تلقي وحدة التزام بأمر الله عز وجل. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وكأن هذه الآية تشير إلى مدح توحيد المصدر، توحيد مصدر التلقي. ولذلك يقول في هذه الآية ابن القيم رحمه الله، وقال قريبا من هذا شيخ الإسلام رحمهم الله جميعا، أقرأ لكم شيئا من مما قال. فقال عند هذه الآية فإن قوى الحب متى انصرفت إلى جهة لم يبق فيها متسع لغيرها. يقول ليس في القلب، يقول رحمه الله ليس في القلب حبان ولا في السماء ربان، ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه. متى انقسمت قوى الحب بين عدة محال، إذا انقسمت قوى الحب إلى عدة محال ضعفت أو انعدمت، إذا انقسمت. ولذلك قال الله عز وجل في وصف أهل الإيمان، قال في الثناء عليهم فلنحيينه حياة طيبة. وش الحياة الطيبة؟ اتحاد الهم، اتحاد الهم كما يقول ابن القيم، لأن وجهته واحدة. وأخطر شيء علينا في هذه الحياة أن وجهاتنا متعددة، إذا شتت قلبك ضاعت نفسك. ولذلك يقول رحمه الله ومتى تقسمت قوى الحب بين عدة محال ضعف لا محالة. ويقول وتأمل قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي اتق الله واتبع، ها كيف أمره بتقواه المتضمنة إفراده ونهي ومحبته وخشيته، ثم قال فإن التقوى لا تتم إلا بذلك، باتباع ما أوحى الله إليه. المتضمن اتباع ما أوحى الله إليه، المتضمن لتركه ما سوى ذلك، واتباع المنزل خاصة، وبالتوكل عليه يتضمن اعتماد القلب عليه. ثم يقول الحب ليس له إلا وجهة واحدة، إذا مال بها إلى جهة لم يمل إلى غيرها. وليس للقلب عبدان، ليس للعبد قلبان يطيع الله ويتبع أمره ويتوكل عليه، يعني يطيع بقلب والأخرى، بل ليس له إلا قلب واحد. فإن لم يفرد هذا القلب بالتوحيد والتوكل والمحبة والتقوى، وإلا انصرف إلى غيره. ثم استدر رحمه الله في بياني، ثم إلى أن قال رحمه الله، وهذه العبارة جميلة، قال فانظر، يعني عن المثل، عن المثل هذا يقول ما أحسن هذا التأصيل، يعني اللي بدأ يعني القرآن كيف بدأت اتق الله ولا تطع الكافرين، ثم وما جعل الله، قال انظر فانظر إلى ما أحسن هذا التأصيل وهذا الاستطراد الذي تسجد له العقول والألباب، تسجد له العقول والألباب. إذا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. وكأن الآية أيضا تشير ما جعل الله لرجل، مدح الرجل، الرجل حقيقة ما له إلا قلب واحد، وإن كان بعضهم قال إن هذه الآية نزلت فيه وكان واحد اسمه قلب راعي له قلبين، وكان يقول إن هذا فلان بقلبين
وقال بعضهم ان وما جعل ان الله سبحانه وتعالى قال وما جعل ازواجكم ادعياءكم من الانسان يعني امهاتكم يعني في 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 الظهار ان ما يمكن ان تكون ام وزوجه ما يمكن وما يمكن ان يكون الولد متبنى وابن صلب قيلت هذه لكن الاقرب والاظهر ان هذا المثل في مساله وحده التلقي ولا يمنع ان يكون هذا يعني معنى جزئي لكن المعنى الكلي هو هذا المعنى الذي ينبغي ان تقول ان تكون قلوبنا لله عز وجل وما تنصرفت وهذه المحبة ولذلك الله عز وجل قال قل في مسألة المحبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. طيب كل هذه مشعبات شعب قلوبنا لا يبقى حب الله الأساس وهذه تجي تبع نعم حتى لا يتشتت هذا القلب. لعلنا نواصل فيما يستقبل وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.